دلوقتي خلونا نروح نشوف موضوع ملف الأسرى، لأن ملف الأسرى فيه جديد. الجديد بيعلن عنه محمد ابن عبد الرحمن، أو محمد عبد الرحمن وزير خارجية قطر، اللي بيقول في الخبر اللي قدام حضراتكم: نثق قطر نثق بأن اتفاق بشأن صفقة التبادل بين حماس وإسرائيل بات قريبا، والتحديات التي تواجه المفاوضات بسيطة. واضح أن في شكل من أشكال الاتفاق، واضح أن السنوار يحيى السنوار قائد حماس في غزة رجع إلى المفاوضات مرة أخرى بعد أن امتنع عنها في أعقاب اجتياح أو الاستيلاء على مشفى الشفاء أو مستشفى الشفاء أو مجمع الشفاء الطبي بقطاع غزة. كلام بيتقال عن أن ربما يخرج 50 من الأطفال والنساء من الموجودين في قطاع غزة مقابل 100 من الأطفال والنساء الموجودين في السجون الإسرائيلية. دي أنباء حتى الآن ومفيش حاجة رسمية، وبيقال أن حماس بتطلب هدنة 5 أيام وما يكونش فيها استخدام للطائرات الحربية أو للطائرات المسيرة في القطاع، والسماح وفتح الطرق ما بين الشمال والجنوب وإدخال المساعدات إلى شمال قطاع غزة، والسماح بحرية الحركة ما بين الشمال والجنوب والجنوب والشمال وكل قطاع غزة. حتى الآن دي تسريبات، دي تفاصيل، أو التسريبات دي بتتكلم عن تفاصيل العملية المرتقبة اللي هيكون فيها تبادل للأسرى. أقولها لك مرة تانية: 50 طفل وسيدة من الموجودين في قطاع غزة يخرجوا في مقابل الإفراج عن 100 من الأطفال والفتيات والنساء اللي موجودين في السجون الإسرائيلية من الفلسطينيين بالطبع، في مقابل أو بالإضافة إلى فتح الطرق ما بين شمال وجنوب قطاع غزة وحرية الحركة، مع إيقاف أعمال القتال 5 أيام ويمنع أو يحظر فيهم في ال5 أيام تواجد لأي طيران حربي أو مسير في أجواء قطاع غزة. حتى الآن الكلام ده بيقال، مش احنا المصدر الوحيد. تعال نشوف معايا التسريبات دي موجودة على مثلا CNN. CNN بترصد الكلام ده وبتقوله: صفقة تبادل الأسرى بين حماس وإسرائيل آخر المعطيات المتوفرة. نقولها لحضراتكم من اللي نقلته، الأخبار اللي نقلتها CNN عن الواشنطن بوست: الاتفاق على إطلاق سراح 50 محتجز. وأوضحت الصحيفة أن مراقبة جوية ستتابع الحركة على الأرض للمساعدة في تطبيق الهدنة، والتي تهدف أيضا إلى السماح بدخول كميات كبيرة من المساعدات الإنسانية. نفى البيت الأبيض التوصل إلى اتفاق حتى الآن. شبكة CNN الأمريكية نقلت عن مصادر ما كشفتهاش إلى الآن، وبتقول إن أهم البنود في هذه الصفقة وقف مؤقت للقتال ما بين 4 إلى 5 أيام، يجري إطلاق سراح 50 أسير بشكل تدريجي على مدار ال5 أيام، وهو مطلب أساسي لحماس. يعني مش 50 مرة واحدة، ربما يكون كل يوم 5، 10، 8 زي ما حماس تقرر. المساعدات لا تزال تمثل معضلة، فحماس تريد 500 شاحنة يوميا زي الحال ما كان عليه قبل 7 أكتوبر، أي نفس كمية الإمدادات قبل الحرب، وهو ما ترفضه إسرائيل. هناك اقتراح بإدخال 200 شاحنة يوميا بحسب المعلومات المتوفرة من جهات مطلع. إذن ده الشكل النهائي، أو الشكل النهائي إلى الآن، الشكل النهائي إلى الآن، يعني دي المعلومات المتوفرة إلى الآن. طيب المعلومات دي والصفقة دي منتظرة إيه؟ صحفي والمؤرخ الإسرائيلي يوسي ميلمان بيقول: إسرائيل وأمريكا وقطر منتظرين القرار من هذا الرجل. ده اللي بيقوله اللي قدامنا في الصورة ده، يوسي ميلمان صحفي ومؤرخ إسرائيلي بيقول: اتفاق تبادل الأسرى بات وشيكا، مسألة أيام الكابينت يجتمع لمناقشة الصفقة المعروضة من الولايات المتحدة وقطر وحماس. مصر مش موجودة. مش بيقول لك سيطلق سراح أكثر من 50 امرأة وطفل مقابل 100 من الإرهابيات حسب توصيفه والمراهقات الفلسطينيات، لكن القرار في يد شخص واحد الآن، وهو اللي عندنا هنا على الشاشة، يحيى السنوار. يحيى السنوار الرقم الصعب في المعادلة الآن. يحيى السنوار هو قائد حماس في غزة، يحيى السنوار اللي سجن في إسرائيل لمدة تزيد عن 22 سنة.
يجيد العبرية ويكتب بها شعرا. يعني انت متخيل بيكتب شعر بالعبري وكان قارئ جيد لكتب تاريخ وكتب عن الشخصيات العبرية بالإضافة للجرائد اليومية، وهو على دراية بالمجتمع العبري بالرغم من أنه كان في السجن لمدة 22 سنة. هكذا يوصف المحللين السياسيين الإسرائيليين شخصية هذا الرجل، الذين يقولون أنه رجل غامض وشديد وقاسي في نفس الوقت. إذن القرار الآن أصبح في يد يحيى السنوار قائد حماس في قطاع غزة. طيب لو حابب نروح نشوف مع بعض أسرار وتفاصيل التفاوض بشأن الأسرى من مصادر أخرى مختلفة، شوفها مع بعض عشان نلم أكتر بالمشهد. مصدر قال للجزيرة: رفع الحصار عن غزة وموضوع إعادة الإعمار ستكون ضمن شروط حماس للإفراج عن الأسرى العسكريين الإسرائيليين، ده في اتفاق نهائي طبعا. مصدر لرويترز قال إن حركة حماس رفضت أي نشاط للمسيرات الإسرائيلية خلال فترة الهدنة، مش هيكون في مسيرات ولا طيران حربي. موقع إكسيوس بيقول: يحيى السنوار استأنف التفاوض، وإذا تم التوصل إلى اتفاق فسيتم تنفيذه على مرحلتين. إكسيوس بتقول: في المرحلة الأولى ستطلق حماس سراح نحو 50 امرأة وطفلا مقابل وقف القتال لمدة 5 أيام. نتابع اللي قالته إكسيوس: إن حماس ستسعى إلى إطلاق سراح المزيد من النساء والأطفال المحتجزين لدى فصائل أخرى في المرحلة الثانية، لأن مش كل الأسرى أو الرهائن موجودين لدى حماس وحدها، في لدى الجهاد الإسلامي وغيرهم من الأفراد. إكسيوس بتقول: السنوار يحيى السنوار بيطلب من إسرائيل الإفراج عن جميع النساء والأطفال الفلسطينيين الأسرى في السجون الإسرائيلية. ده على حسب ما ذكرت إكسيوس. إكسيوس بتقول إن حماس بتطلب بالسماح بدخول 400 شاحنة يوميا عبر معبر رفح وتوفير الوقود للمستشفيات والمخابز بالإضافة إلى غيرها من السلع الإنسانية الأساسية كما أوردت إكسيوس. وبكده إحنا عرضنا لحضراتكم العديد من المصادر اللي عندها مصادر رسمية سواء في الإدارة الأمريكية أو غيرها، والمشهد اللي ممكن يصل إلى أو يتم بلورته في اتفاق نهائي لاتفاق لتبادل الأسرى. يعني الشكل بيتكلم عن 50 طفل وامرأة هيتم إطلاق سراحهم من قطاع غزة مقابل 100 من الأطفال والمراهقات والنساء في السجون الإسرائيلية، وقف العمليات القتالية من 4 لـ5 أيام، إدخال ما بين 500 إلى 200 شاحنة يوميا، ده المختلف عليه، والسماح بوصول المساعدات إلى شمال قطاع غزة وفتح الطريق ما بين الشمال والقطاع لحرية أو لعبور المواطنين بحرية. والبعض بيتكلم عن أن إطلاق سراح الـ50 هيتم على مرتين، والبعض بيقول لا هيتم على مدار الـ5 أيام لضمان حتى تضمن حماس تحقيق الاتفاق كما سيصل في النهاية. ده حتى الآن اللي احنا وصلنا له أو اللي وصلنا أو اللي اتيح من معلومات عن اتفاقية، ولكن هناك اتفاقية تلوح في الأفق، أكد ده وزير خارجية قطر ورئيس وزرائها محمد ابن عبد الرحمن آل ثاني.